مرحبا يا أيها الأصدقاء، معكم محمد سبلبل. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة رأيت أن أتطرق إلى موضوع علاقة الأهل، الأستاذ والتلميذ. تابعوني. قبل أن أبدأ أذكركم بالانضمام إلى القناة ومشاركة الفيديو، وأذكركم بتوفر كتب سيرجي لازاريف بترجمتي لدى دار قرأني. هذا أحد الكتب، كتاب الحب تشخيص الكارما 3. كذلك أذكركم بأني أقدم استشارات خاصة وبتوفر قناة لازاريف في اليوتيوب اسمها تشخيص الكارما، قناة لازاريف الرسمية بالعربية. أنا أترجم فيديوهاتها. إذا أسمع غالبا اتهامات موجهة للأساتذة بأن سقوط التلميذ ذنبهم. إن كان الأهل يريدون أن يصغي ولدهم لأستاذه ويلقى نتيجة ويستفيد من الأستاذ، فعليهم أن يفهموا عدة نقاط بوضوح. النقطة الأولى، إن كان الأهل يتحدثون بالسوء عن الناس والأساتذة خاصة وأمام أولادهم، فلا جدوى من اتهام الأستاذ بالتقصير، اتهامه بأن ولدهم لا يصغي إليه ولا يأتي بنتيجة بسبب الأستاذ. لماذا؟ لأن الذنب هو ذنب الأهل أولا. عندما يسيء الأهل الكلام عن الناس وعن الأستاذ خاصة، هم يزرعون في نفس ولدهم بذور الاحتقار للأستاذ والناس، ويشعرون ولدهم بتفوقه عليهم. كل ما يقوله ويشعر به الأهل يشتد أضعافا في أولادهم، حتى كلمة بسيطة تتحول في الولد إلى شعور سيعجز الولد التخلص منه حتى لو أراد. وأنا أعرف ذلك عن خبرة. ذات مرة نعت أبي شخصا بالسارق، ورغم أني شخص بالغ ولم أوافق أبي بنعته لذاك الشخص، علما بأن أبي لم يولي ما قاله أهمية، إلا أن كلمته بأن ذاك الشخص حرامي تحولت في إلى شعور بأنه حرامي فعلا، شعور عجزت عن التخلص منه. فما بالكم إن كنتم تتحدثون بالسوء عن الناس عموما والأساتذة خاصة أمام أولادكم. أولادكم سيحتقرون أستاذهم في هذه الحال، وإن كان الولد يحتقر أستاذه أو يشعر بنفور منه ويشعر بتفوقه عليه، فكيف تريدون أن يصغي إليه؟ إن كان الأستاذ شخصا سيئا أو كان غير أهل للثقة ولا يستحق الاحترام برأي الأهل، فكيف يريدون أن يثق به ولدهم ويحترمه؟ أنا بعرف كتير أهل بيحكوا بأفي، بعرف يعني كتحليل نفسي بدون ما يخبروني. طيب كيف بدكم تعرفوا بدكم الولد يحترمني ويسمع مني؟ ما أنا سيء وعندي مشاكل ونواقص ومعقد مثلا، هيك حتى لو بتقولوا استاذ معقد او في شيء هالاستاذ هيك، الولد خلص حافظها ما بقى يحترمني انا وغيري. يعني لاستيعاب المعلومات من شخص وتقبلها يجب الشعور باحترام تقدير تجاهه، هذا امر بديهي. لذا يا ايها الاهل، إن لفظتم كلمة سوء واحدة عن الأستاذ أمام ولدكم، فلا تستغربوا أنه سيشاكس في الصف، سيهين أستاذه، أو لن يصغي إليه ويعذبه، أو سيدخل الصف مكبوتا منكمشا من الخوف ويبكي في الصف دون سبب. أنا صايرة معي كتير، ما كتير يعني صايرة حالات. ولا تتهموا الأستاذ بأنه فقد أعصابه، رفع صوته على ولدكم بأن ولدكم رسب، وأن ولدكم منزعج من الأستاذ، رغم أن أستاذه قد يكون من ألطف الأشخاص. يعني حتى لو الأهل بيقولوا عن الأستاذ قدام الولد شو أستاذك غريب، خلاص انسوا، ما بقى يحترم الولد الأستاذ، ما بقى يصغي إليه. فإذن توقفوا أولا عن الإساءة إلى الأستاذ والناس بكلامكم، كفوا عن سوء الظن، لعن الناس والغيبة، ابدأوا من أنفسكم قبل أن تتهموا الآخرين. النقطة الثانية، كان لدي عدة تلاميذ لا يصغون إلي حين أتحدث بهدوء، حين أتحدث بهدوء هم لا يسمعون، لا يتفاعلون،
ما إن أفتح فمي يبدأون بالجدال. ووصل الأمر إلى أني فقدت أعصابي ذات مرة، فرفعت نبرة صوتي، ما أدى إلى مشكلة مع الوالد. لم أفهم السبب في البداية، لكني لاحظت أن والدهم يتحدث إليهم بنبرة عالية دائما، ففهمت سبب عدم إصغاء أولاده إلي. ربما عفوا بما أن الوالد يتحدث إليهم بنبرة عالية فقط ويصرخ عليهم، اكتسب أولاده عادة استيعاب المعلومات وفهمها فقط حين يتحدث إليهم الشخص بصوت مرتفع، بنبرة عالية وبقسوة. لم يعودوا قادرين على استيعاب المعلومات إن قدمت لهم بصوت منخفض وبتهذيب. لذا يا أيها الأهل، إن كنتم تتفاهمون في المنزل وتتواصلون بالصراخ الإهانات بنبرة عالية وقاسية، فإن أولادكم اعتادوا على ذلك ولن يستوعبوا المعلومات إن قدمت لهم بتهذيب وبصوت طبيعي منخفض. لقد أكسبتموهم القدرة على القيام بردة الفعل والتفاعل عند التحدث إليهم بقسوة وصوت مرتفع فقط. الأولاد أكسبتموهم هذه العادة. بالتالي أولا، لا تستغربوا إن كان ولدكم لا يستوعب المعلومات من أستاذه اللبق والهادئ، فلا تتهموا أستاذه بأن ولدكم رسب أو لا يستوعب كلام أستاذه. ثانيا، إن فقد الأستاذ أعصابه بسبب عدم تجاوب ولد إن فقد الأستاذ أعصابه بسبب عدم تجاوب ولدكم معه، فالذنب ذنبكم، لأنكم عودتم أولادكم على قلة التهذيب وعدم الإصغاء. دعوا من أنفسكم أولا، ثم اتهموا الأستاذ والآخرين. ما فيش شخصي، بس إنه هيك عم نحكي بشكل عام. فأكيد أسيز كمان علي حق، وأنا بيطلع علي حق، لا أنكر هالشي. فينا نقول أنه مشاكل الولد ورسوبه 80% الحق على الأهل و30% الحق على الأستاذ. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.